واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم علمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعينها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. صباح الخير على حضراتكم، يوم جديد وصباحكم دايما عندنا. الحقيقة انه القوات المسلحة دايما جهودها لا تتوقف والتضحيات اللي بيقوموا بيها متناهية. الحقيقة احنا تابعنا طبعا الهجوم الارهابي اللي احبطته القوات المسلحة في المنطقة الشمالية العسكرية، وده بيجي بعد يومين من إحباط المحاولة الإرهابية في سيناء واللي ظهر فيها بطولة الجندي قائد الدبابة اللي قرر إن هو يدهس السيارة المحملة بالمتفجرات، ما فكرش في نفسه قد ما فكر إن هو يحمي وطنه. هي أنه في حرب طويلة بتاخدها القوات المسلحة ضد الإرهاب في سيناء، إحنا شايفينها وحاسين بيها، إحنا كمان عايشين على أعصابنا لأنه الأهالي خايفين على أولادهم. طبعا عارفين أن في قوى ظلم وإرهاب وتطرف موجودة في سيناء بتتربص بقوات المسلحة وأبطالنا، لكن إحنا متأكدين طبعا أن ربنا هينصرنا إن شاء الله، وأكيد بإذن الله هيتحقق النصر على أعداء الحياة. طبعا إحنا هنتكلم مع حضراتكم في تفاصيل أكتر عن محاولة الإحباط اللي حصلت للمنطقة الشمالية العسكرية، ولكن خلينا نتابع مع حضراتكم أهم وآخر أخبار. القوات المسلحة تحبط محاولة إرهابية لاستهداف وحدة عسكرية في المنطقة الشمالية. قرار جمهوري بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف. السيسي بدء دراسات تنمية غرب مصر وتنفيذ المشروع بأعلى المواصفات والمعايير الدولية. اليوم رئيس الوزراء يرأس وفد مصر في اجتماع اللجنة المصرية الأردنية. اليوم بدء صرف التعويضات النقدية لأهالي مثلث ماسبيرو. وأخيراً الأرصاد، طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39. أهلاً بحضراتكم مرة تانية. زي ما قلنا قبل كده إنه الأبطال القوات المسلحة ورجال المنطقة الشمالية العسكرية نجحوا في إحباط هجوم على إحدى الوحدات العسكرية في نطاق المنطقة الشمالية، ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو بيوضح شجاعة وبطولة رجال المنطقة الشمالية، ونجحت عناصر القوات المسلحة في إحباط محاولة إرهابية لاستهداف إحدى الوحدات العسكرية بمنطقة الشمالية العسكرية، حيث قامت سيارة دفع رباعي مفخخة ومحملة بأكثر من 1.5 طن من المواد شديدة الانفجار بمحاولة اقتحام إحدى الوحدات، وقامت عناصر التأمين والحراسة بالتعامل الفوري مع السيارة وإطلاق النيران عليها، مما أدى إلى تصفية سائقها الذي كان يرتدي حزاما ناسفا. شوفوا قد إيه التربص الشديد بينا، يعني
عربية محملة ب 1.5 طن من المتفجرات، والسواق كمان لابس حزام ناسف، يعني هم مستعدين لكل الاحتمالات. ومع ذلك احنا رجالنا من القوات المسلحة تصدوا بكل قوة وشجاعة وإقدام على ان هم يحبطوا المحاولة العسكرية ديت، وانهم يحافظوا على الامن والامان اللي موجود. احنا شايفين الصور اللي قدام حضراتكم على الشاشة، العناصر المهندسين العسكريين ازاي ان هم قدروا يتعاملوا مع العربة المحملة بالكميات الكبيرة من البراميل اللي فيها مواد شديدة الانفجار والذخائر اللي تم ابطال مفعولها، واحنا شايفينها دلوقتي على الشاشة. وكمان كان في كميات كبيرة من الاجزاء والقطع المعدنية وانتاج اكبر كمية من الشظايا بعد التفجير واحداث اكبر كمية ممكنة من الخسائر. اللي حصل امبارح ده بيؤكد انه في احترافية، في يقظة من قبل رجال القوات المسلحة، واستعدادهم الدائم للتعامل بكل حسم والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية اللي بتسعى للنيل من استقرار الدولة واستهداف مؤسساتها الوطنية. احنا لمزيد من التوضيح معانا الكاتب الصحفي أستاذ أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور والمحرر العسكري. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير يا أستاذة، وصباح الخير على المشاهدين في البرامج. صباح الخير على حضرتك. شايف ازاي اليقظة والاحترافية اللي بيتعامل بيها رجال القوات المسلحة في المحاولات الإرهابية الغاشمة اللي بتحاول انها تنال من استقرار وأمن مصر؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نقول رقم واحد، هذه العملية بتأتي بعد أقل من 48 ساعة من أو 72 ساعة من عملية مشابهة لها في منطقة العريش سيناء. وفي الحالتين أثبت رجال القوات المسلحة بكافة عناصرهم، سواء جنود سواء صف ضابط أو ضباط أو قادة، أنهم عندهم ثلاث ميزات. رقم واحد، كفاءة قتالية عالية. اثنين، جاهزية واستعداد للتعامل مع أي حادث طارئ أو أي مفاجأة. ثلاثة، مهارة في التعامل مع أي أهداف. بص حضرتك، شوف القرار اللي اتخذه العسكري أو الجندي في الجندي الدبابة في منطقة العريش، وإزاي في ثانية كان واخد القرار. ليه؟ لأنه المؤسسة العسكرية تجيد تدريب أبنائها من ضباط وجنود على اتخاذ القرار والقدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه. بصي، نفس الأمر حصل في المنطقة الشمالية، طيارة محملة ببراميل مليانة مواد متفجرة، حوالي 1.5 طن مواد متفجرة، تم التعامل معها قبل أن تقترب من الوحدة العسكرية، لأنها لو اقتربت كانت هتبقى كارثة. وحضرتك بتتكلم دلوقتي، احنا عارضين على الشاشة الفيديو الخاص بالجندي القائد الدبابة اللي قرر ان هو يواجه السيارة المحملة بالمتفجرات. بدعو 90 مليون مصري يشوف الفيديو ده مرة واثنين وثلاثة. صحيح. ويشوف المصريين، واحد من اولادهم ده ابننا يا مصريين، بيتعامل ازاي في لحظة، في اقل من لحظة اتخذ قراره وانقذ اكتر من 80 بني ادم كان ممكن يروحوا ضحيه هذه العمليه الارهابيه الخفيفه. نفس الامر في المنطقه الشماليه، رجال القوات المسلحه في احد الوحدات العسكريه تعاملوا بنفس الكفاءه ونفس الجاهزيه ونفس الحث ونفس القوه ونفس المهاره في التعامل مع الاهداف مع العربيه اللي محمله بطن ونص متفجرات او اكثر. الرقم اثنين، هذا يؤكد أن الحرب او حرب الارهاب ما زالت مستمره، أن مصر كما قال الرئيس في مؤتمر الشباب مستهدفة بقوة، والهدف ليس رئيس وليس مؤسسة، وإنما الهدف أن تسقط الدولة المصرية. كل محاولات الإرهاب دي هدفها استهداف المؤسسة العسكرية، لأنها هي المؤسسة التي تحمي مصر الآن بل وتحمي الأمة العربية. رقم ثلاثة، أنه ده يؤكد للمصريين كلهم أن الإرهاب ما زال يصر على استهداف مصر، وان احنا محتاجين نقف كلنا. بصوا شوفوا خلال الشهرين اللي فاتوا دول كم عمليه استهداف لرجال الجيش، كم عمليه استهداف لرجال الشرطه، كم محاولات تفجير لمناطق كثيره، لان كل الهدف اللي عايزين يعملوه، اوعى يا مستثمرين تيجوا مصر لان مصر مش امنه، اوعى يا سياح تيجوا مصر عشان مصر مش امنه، وبالتالي تضييق الحصار الاقتصادي على مصر
لتحويلها الى دوله فاشله. ان شاء الله بقوه جيشنا وبقوه شرطتنا وبتماسك الشعب المصري وراء قيادته وراء الجيش وراء شرطته هنقدر نواجه الارهاب. وبصوا تاني على ما حدث في المنطقه الشماليه وقبله بيومين ما حدث في منطقه العريش لتتاكدوا ان مصر في حمايه من خير اجناد الارض، جيش مصر القوي العظيم الثابت الراسخ الرابط على الحدود بيقدر يحمي بلده ازاي وجاهزيته ازاي. وزي ما احنا قاعدين في تكييف وزي ما احنا قاعدين كل واحد فينا في بيته في ناس بتحمينا وبتأمننا واحنا امنين لان ربنا وهبنا خير اجناد الارض. انا كمان عايز اسال حضرتك على تعليقك على انه المواد المتفجره 1.5 طن من المواد المتفجره وكمان السواق يبقى لابس حزام ناسف، يعني قوه الارهاب وتفكيره في ان هو عايز فعلا يسبب احد اكبر كميه من الخسائر الموجوده. لا خليني اقول لك يا استاذ نيفين، ده مش كده وبس، هو مين يقدر يدبر 1.5 طن متفجرات؟ مين يقدر يدبر العربيه اللي كانت متحمله بهذه الثمن العربيه دي كام؟ ده مش شخص، دي مش جماعة، مش مجموعة، إنما دي أجهزة مخابرات ودول ترصد المليارات مليارات الدولارات علشان تهديد أمن مصر. وبوضوح وبكل صراحة، قطر ما زالت تمول إرهاب، تركيا ما زالت تمول إرهاب، ودي دلائل بتثبت كل يوم أمام الشعب المصري، بتثبت كل يوم أمام أي واحد بيشكك في هذا الكلام أن هذه الدول تستهدف استقرار مصر وتصر على أن تهدد استقرار وأمن مصر وتروع المصريين الأمنين. عشان كده لازم كلنا نبقى على يقين أن بلدنا مستهدفة، أن بلدنا مش هيحميها غير شعبها وجيشها وشرطتها. ثلاثة، أن احنا نكون يقظين أن ممكن كل واحد فينا يستخدم دون أن يدري في المؤامرة ضد البلد. المؤامرة بس مش إرهاب، مش تفجير، مش تدمير، المؤامرة ممكن تبقى إعلامي يقول كلمة تتسبب في كارثة، ممكن تكون صحفي يكتب كلمة تتسبب في أزمة، ممكن واحد في مصنع يتصرف تصرف غير لائق، ممكن إمام مسجد أو كاهن كنيسة أو أي حد يستخدم عشان يقول أو يوجه أو يدي رسالة يكون هدفها نشر الفوضى، نشر الفتنة، نشر الإرهاب في البلد. وبالتالي لازم كلنا نبقى على يقين بأن كل واحد فينا زي ما جندي سينا حمى ناس من الموت، وزي ما جندي أو مقاتل المنطقة الشمالية حمى ناس من الموت، إحنا أيضا إعلام وصحافة وفن ورياضة ودين إسلامي ومسيحي ومثقفين ونخبة ومواطنين وعمال وفلاحين، كل واحد فينا في رقبته دم المصريين لازم يحميهم بالمهمة المنوطة بيه عشان يؤدي دوره في سبيل البلد وحماية هذا البلد. وأعتقد كمان إنه لو مشتبه في أي حد حتى لو جاره لازم إن هو يبلغ السلطات المعنية بكده. الإيجابية مهمة، لأن القنبلة أو المواد المتفجرة دي محدش عارف هتموت مين، محدش عارف هتطال مين، ممكن تطالني أنا، تطال أي حد. وبالتالي إحنا كلنا لازم نكون عندنا الحاسة الأمنية بشدة دلوقتي، بمعنى لقيت عبوة مش عارف دي إيه أبلغ عنها، لقيت شخص أنا مرتاب فيه أو تصرفاته تريب. هو إيه اللي حصل يا أستاذ نيفين في العريش؟ هو الجندي واقف لقى عربية، بص لقى في سلاح مع اللي راكبها، ما فكرش خد قرار، ده راجل جاي يموتنا يبقى لازم يموت قبل ما يموتنا. هو ده مهمة أي مواطن في 90 مليون، إن كل واحد فينا تكون عينه في وسط راسه، لأن إحنا بنواجه حرب بتستهدف البلد كلها، الشعب كله، المؤسسات كلها، وبتمول بمئات المليارات. وأنا بقول هذا وأنا أعني ما يقوله. وإذا كانت السلطة وإذا كانت القيادة المصرية لديها من الحرج او لديها من الحس السياسي ما يمنعها من انها تعلن كل المعلومات عن من يستهدفون مصر لاسباب تخص الامن القومي، فانا كصحفي بقول بوضوح ان الدول التي تستهدف مصر معروفه، ان الممولين معروفين، ان المخططين معروفين، نعرفهم بالاسم وبالدول. واصبحت الان من خلال القوائم اللي بتطلع من الدول الاربعه مصر والسعوديه والامارات والبحرين بتكشف وتفضح الكيانات التي تمول وتدعم وترسخ الفكر الإرهابي والفكر المتطرف. احنا لازم نكون واعيين لده. اي حد في نطاقنا سواء قرية او نجعة او شارع او مدينة يعني نرتاب في تفكيره، نرتاب في فكره، نرتاب في انه هو بيحاول يروج للفكر المتطرف، لان بداية التفكير هو التفكير، هو تغيير التفكير.
وبالتالي لازم كلنا نبقى واعيين لده. اي حد نرتاب في انه بيروج للفكر المتطرف، اي حد نرتاب في تصرفاته في انه هو بيحمل سلاح، انه عاي انه لديه نوايا لشيء، لازم في اجهزه نبلغها بيه وهم يقدروا يتعاملوا معاها بشكل دقيق عشان نحمي بلدنا ونحمي انفسنا. طب بصفه حضرتك كمان كمحرر عسكري، عايزين نعرف انت شايف ان في اختلاف نوعي في الهجمات الارهابيه او التفكير الارهابي؟ يعني شفنا التفجير الاخير كان او المحاوله الاخيره كانت في المنطقه الشماليه العسكريه، شايف ان في تغيير نوعي من التفكير الارهابي؟ بالتاكيد، انت اولا ما بتواجهيش زي ما قلت لحضرتك، ما بتواجهيش جماعه وما بتواجهيش مجموعه، انت بتواجهي تخطيط مخابراتي. وبالتالي هو عايز اولا بيستهدف في مناطق مختلفة عشان يشتت الجهود وعلشان يعمل محاول، بيحاول يعمل عنصر المفاجأة، ده رقم واحد. ولكن الحمد لله رجالتنا في القوات المسلحة والشرطة على أعلى جاهزية وأعلى كفاءة، رقم واحد. رقم اثنين، إنه كمان بيحاول يبحث عن ثغرات. هو النهاردة لقى إن الحدود الغربية، وبمناسبة الحدود الغربية زي ما قال الرئيس، كل يوم ما بين 10 ل 12 عربية بيتم ضربها او ضبطها قبل ان تتسلل الى مصر من الحدود الغربيه. اغلب هذه السيارات محمله باسلحه ومواد متفجره او ارهابيين، وبالتالي هو بيحاول يجد ثغره، مره في المنطقه الشماليه، مره تلاقيه في سيناء، مره تلاقيه في المنطقه الغربيه، لكن الحمد لله احنا قادرين نواجه. رقم ثلاثه، انه مش بس العنصر المفاجاه ولا تشتت الجهود، لا كمان ان ده بياكد لك ان هناك عناصر كامنه في المناطق المختلفه، وان هذه العناصر بياتي لها وقت بتنفذ ادوار مطلوبه منها، وبيتم توجيهها بالريموت كنترول من الخارج انه يقوم ينفذ عمليه. وده معناه ايه يا استاذه؟ معناه ان احنا فيش منطقه في مصر نقدر نقول انها امنه بمنطق كامل، لا. اوعى حد فينا يطمئن، خلينا كلنا يقظين، لان اللي حصل في المنطقه الشماليه ممكن يحصل في المنطقه الغربيه او المنطقه الجنوبيه او اي مكان، وبالتالي حصل قبل كده في العياط من اسبوعين استهداف سياره شرطه، حصل قبل كده في الدائري هنا في القاهره استهداف كمين شرطه. اذا هذه العمليات او التنظيمات الارهابيه ومن يمولها ومن يخطط لها عارف هو بيعمل ايه، لانه ده تخطيط مخابراتي مش تخطيط فردي. فاحنا لابد ايضا ان نتعامل معاه على اعلى قدر من اليقظه واعلى قدر من الفهم في العمليات الارهابيه، وما نسيبش نفسنا كده كل واحد يفسر براحته. في خبراء، في ناس متخصصين في هذا المجال يقدروا يحطوا الخطط، احنا بس اللي عنده معلومه ما يبخلش بيها على الاجهزه. صحيح. لان المعلومه اللي انت قد تتخيلها مش مهمه ممكن تكون ليها دور كبير جدا في كشف خليه ارهابيه. وزي ما احنا كلنا شايفين في اسيوط تم كشف خلايا ارهابيه، في الفيوم خلايا ارهابيه، في اسكندريه خلايا ارهابيه، وخلايا ارهابيه على قدر كبير جدا من الخطوره. لو ربنا وفق جهاز الشرطه عندنا والامن الوطني بكفاءاته انه يتم يقوموا بعمليات استباقيه لكشف هذه الخلايا والتعامل معها، تخيل الخلايا دي كانت ممكن تعمل ايه من عمليات تفجيريه على مستوى الجمهوريه في الفتره اللي فاتت. طبعا. بس اللي انا بقوله ان كم الخلايا الارهابيه اللي تم ضبطها خلال الشهرين اللي فاتوا مش اقل من 20 او 25 خلايا ارهابيه. تخيلي لو ما فيش عمليات استباقيه وما فيش ضبط لهذه الخلايا كان ايه اللي ممكن يحصل؟ وفي مناطق مختلفة كمان، مش في منطقة محددة. يعني احنا بنفاجأ ان في الصعيد وفي بحري وفي إبلي، يعني الحقيقة ان هم منتشرين، ولكن احنا شايفين وحاسين ولمسين بإيدينا وبعنينا يقظة. وانا استبشر خير ان شاء الله بالمجلس الوطني للإرهاب اللي تم، اللي مكافحة الإرهاب اللي شكله الرئيس امبارح، وفي شخصيات، اولا شخصيات بحكم مسؤوليتها، رقم اثنين شخصيات على مستوى الفكر والرؤية، شخصيات مهمة جدا، سواء الدكتور أحمد عكاشة، الدكتور عبد المنعم سعيد، الفنان محمد صبحي، الدكتور علي جمعة، شخصيات تستطيع، لأن هدف المجلس ده إن شاء الله كما أرى وكما قرأت من السياسات اللي أو الأهداف المحددة لهم من قبل الرئيس، إنه كمان يواجه الفكر، لأن الخطورة عندنا في مصر مش بس الإرهاب اللي بيمسك سلاح، مش بس الإرهاب اللي بيفجر، إنما الأخطر منه مين اللي غسل دماغ الإرهابي ده؟ مين اللي وصله من مواطن قد كان من الممكن يبقى مواطن صالح ووصله لارهابي قابل ان يفجر نفسه ويموت نفسه؟ ده مين اللي وصله كده؟ هو ده الفكر اللي احنا عايزين نواجهه. زي ما القوات المسلحه والشرطه بتواجه المفجر وتواجه الارهابي القاتل، كمان لازم تبقى عندنا مؤسسات تواجه اللي بيغسل دماغ الشاب ده، اللي بيحوله من مواطن عادي لمواطن ارهابي قاتل ممكن يموت ناس. عشان كده هذا المجلس بالتعاون مع الوزارات المعنيه، وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي والجامعات، وزاره الثقافه بكل مؤسساتها، والازهر والكنيسه، كل وزاره الاعلام، دور الاعلام مهم جدا الفتره القادمه،
ان احنا نوجه الناس، ان نقول للناس الخطر اهو قدامكم، ان الفكر المتطرف اهو قدامكم، ده فكر متطرف. الفرق ما بين الفكر المتطرف والفكر الوسطي ايه؟ رقم 3 ازاي تبقى مواطن صالح، ازاي تنفع بلدك، ازاي تحدد مستقبلك، ازاي ما حدش يستقطبك، ازاي ما حدش يكرهك في بلدك، ازاي ما حدش يستخدمك دون ان تدري لضرب بلدك وضرب استقرار بلدك. هو ده الخطر اللي احنا لازم نوجه بيه ولازم نحمي بلدنا منه. واعتقد ان المجلس ده هيكون له دور كبير جدا الفتره القادمه باذن الله. يا رب ان شاء الله. احنا عارفين انه في حرب ضروس وشرسه بتحاك علينا، بس ان شاء الله احنا قد ودود بفضل يقظه رجال قواتنا المسلحه والشرطه، واحنا كمان كمواطنين. بنشكر حضرتك استاذ احمد ايوب، رئيس تحرير مجله المصور والمحرر العسكري، شكرا على وجودك معنا في صباحك عندنا. واحنا بنتكلم عن الحرب على الارهاب والدور العظيم والبطوله اللي بتقوم بيها عناصر القوات المسلحه، في كمان مواجهات فكريه لازم يكون ليها تاثير ودور كبير. وفي الاطار ده اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بانشاء المجلس القومي لمواجهه الارهاب والتطرف، وبيهدف المجلس اللي نشر قرار انشائه بالجريده الرسميه امبارح في حشد الطاقات المؤسسيه والمجتمعيه للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، زي ما كان أستاذ أحمد بيتكلم في المداخلة الهاتفية اللي فاتت، إنه الفكر المتطرف اللي بينجح إن هو يغسل دماغ الشاب بحيث إنه يقدر إن هو يقوم بعمليات إرهابية ويفجر نفسه ويفجر غيره ويعتبر إن ديت شهادة أو إن ديت بطولة هو بيقوم بيها، الفكر ده هو اللي لازم يتواجه من الأساس، لأن هو ده أساس المشكلة. فأعتقد إنه زي ما قال أستاذ أحمد إن المجلس الوطني لمحاربة الإرهاب هيكون ليه دور كبير في الموضوع ده، لأنه طبعا برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأسكندرية ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي، وكمان رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. وبيضم المجلس في تشكيله كمان عدد من الشخصيات العامة من بينهم الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق والشاعر فاروق جويدة والدكتور عبد المنعم سعيد والدكتور محمد صابر عرب والدكتور أحمد عكاشة والمحامي القانوني رجائي عطية واللواء فؤاد علام والفنان محمد صبحي وضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات والدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية، كمان الدكتورة هدى عبد المنعم وهاني لبيب مرجان وخالد عكاشة. وإن شاء الله إنه زي ما قلنا لحضراتكم المجلس ده يكون ليه دور كبير ومؤثر في مواجهة التطرف والإرهاب. إحنا شايفين عدد الأعضاء فيه قد إيه. إحنا معانا دلوقتي هاتفيا سيادة اللواء فؤاد علام عضو المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف. صباح الخير يا سيادة اللواء. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. سيادة اللواء، شايف بداية الإنشاء هذا المجلس شايفه إزاي والقرار تراه إزاي، وشايف الدور كمان اللي هيقوم به المجلس في الوقت الراهن يكون إيه؟ شايف إن ده الأسلوب العلمي لكيفية مواجهة الإرهاب. الهدف من هذا المجلس إن هو يوضع استراتيجية كاملة لمحاور أنا سبقا ذكرتها عدة مرات، محاور 6: محور اقتصادي ومحور سياسي ومحور اجتماعي ومحور ثقافي ومحور إعلامي ومحور ديني. كل محور من دول بيتطلب تكليف مجموعة من الوزارات بواجبات معينة، فالمجلس ده هيحط استراتيجية كاملة. المحور السياسي نعمل فيه إيه؟ المحور الاقتصادي نعمل فيه إيه؟ المحور الثقافي نعمل فيه إيه؟ وهكذا. الاستراتيجية دي هتتطلب تكليف مجموعة من الوزارات والمؤسسات والمصالح سواء الرسمية أو حتى الجمعيات المدنية بواجبات معينة. هذه الاستراتيجية أنا بتصور أن المجلس هيبقى له دور بعد ما يحط الاستراتيجية دي ويخاطب بها الجهات المعنية بتنفيذ المحاور 6، هيتابع التنفيذ، وكلما استجد في الأمر شيء يستدعي تطوير هذه الاستراتيجية هيقوم بهذا التطوير على ضوء السلبيات والإيجابيات اللي هتظهر من تطبيق هذه الاستراتيجية. بأدعو الله أنه يوفقنا جميعا،
أنا شايف أنه اختير في هذا المجلس عناصر كلها فاعلة، كلها نشطة، كلها عندها رؤية، وبالتأكيد هتسهم بقدر كبير في معالجة هذه المشكلة. طب خلينا نقرب للناس الفكرة أكتر، يعني هم شايفين طبعا وإحنا كنا لسه بنقول عدد الأعضاء الموجودين وتنوعهم واستقالهم في المجتمع المصري، بس خلينا نقرب شوية للناس الفكرة، يعني الاستراتيجية ممكن تكون إزاي في مواجهة واحد مخه حصل له غسيل مخ علشان يدخل يفجر نفسه، إيه ممكن الخطوات اللي تتعمل علشان نمنع حاجة زي كده مثلا؟ يعني أولا الأسباب اللي بتساعد على انتشار هذا الفكر، زي ما قلت لك من أسباب ستة اللي أنا قلتها. الحوار أحد الوسائل لتصحيح هذه المفاهيم، والبعض بيعتقد أن الحوار بياخد وقت طويل وأنه مش ممكن هيتحاور مع حملة السلاح واللي مقدمين على الانتحار بأنهم يفجروا نفسهم بالحزام الناسف أو باستخدام سيارة مفخخة. التجربة اللي أنا عشتها قبل كده أثبتت أنه ممكن أول بالحوار أنك تسأل تصلي في وقت قريب جدا، وكان أحد العناصر في الثمانينات من العناصر الفاعلة جدا والنشطة جدا، الحوار أثمر نتائجه بعد 28 يوم على وجه التحديد، ومن نتيجة ان هو اقتنع بخطأ الافكار اللي كان بينشرها وبيدعو اليها امكن انه يتم التحلل والقضاء على تنظيم التكفير والهجرة، وهو احد التنظيمات الخطيرة جدا اللي كانت موجودة في الساحة في هذا الوقت. فما هوش صحيح ابدا انه الحوار ومعالجة الاسباب الستة اللي احنا قلناهم ما هتاخد وقت، لا ده ممكن تبدأ تؤتي ثمارها في وقت قريب جدا. صحيح ما هو زي ما الناس فاهمة انه بعد يوم ولا اسبوع ولا شهر هتنقل، المسألة هتاخد بعض الوقت، لان للأسف الشديد العوامل دي منتشرة ليس في مصر وحدها انما في كثير من دول العالم وخصوصا الدول العربية والإسلامية. عشان كده ان شاء الله هيبقى احد العوامل الحاجات اللي هيشتغل عليها هذا المجلس ان يبقى فيه ايضا مجلس قومي عربي لمكافحة الارهاب، بحيث ان يبقى كل الدول العربية بتعمل في مواجهة الارهاب ويبقى السبيل للقضاء عليه اسهل واسرع باذن الله. طيب احنا عارفين طبعا انه قرار انشاء المجلس كان امبارح، ولكن علشان احنا متحمسين جدا ان احنا يعني ننهي هذه الحرب او نحاول ان احنا ننهيها ان شاء الله، امتى هيبتدي دور المجلس في ارض على ارض الواقع ووضع الاستراتيجيات، يعني جدول زمني مثلا حضرتك تعرفه؟ انت عارفه ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني مهتم جدا بان يحل كل قضايا مصر في طبعا اسرع وقت واقل وقت ممكن طبعا، فبالتاكيد هيبقى برضه هذا المجلس يعني معني بانه يبقى بنفس الاسلوب بتاع الرئيس السيسي، هيعمل باسرع وقت وفي اقرب وقت. انا بعتقد ان الاسبوع القادم هيشهد اول اجتماع لهذا المجلس لكي ما ينسق اسلوب العمل ويبتدي فورا في خلال أيام بالكثير أو أسابيع في تنفيذ المخطط الاستراتيجية بتاعته. احنا بنتمنى لحضراتكم كل التوفيق يا رب ان شاء الله، واحنا يعني بندعي لكم من قلبنا ومعاكم وبنساندكم وتحت امركم في اي شيء. طلبات المجلس القومي للارهاب من المواطنين ايه في الفترة اللي جاية يا فندم؟ أولا التوعية والتعاون مع الأجهزة المعنية. حضرتك يعني أنا هديكي عدة أمثلة أو مثل واثنين عشان الصورة تبقى واضحة. يعني مثلا المخزن اللي كان فيه متفجرات اللي كان في القناطر اللي تم ضبطه من قبل سنتين، لولا تعاون المواطنين ما كان تم كشف هذا المخزن اللي كان فيه أكثر من 3 طن متفجرات. يعني لو كان فضل هذا المخزن كان هيبقى يعني ليه آثار مدمرة بكمية المتفجرات اللي كانت مخزنة فيه.
ديكي مثل آخر، المواطن اللي باع السيارة بتاعته لأحد أعضاء المنظمة اللي قامت باغتيال النائب العام السابق اللي اشتبه فيه، لأنه اللي كان بيشتري عضو المجموعة اللي قامت بعملية التفجير بتاع النائب العام قالوا له العربية فيها عيب، وكان قال لهم برد وأنا موافق إن أنا أخدها بعيب. الثمن اللي طرحوه كان مغالى فيه، فبرضه كان موافق إنه ياخد ده. لو كان بلغ بالشبهات أو بالشكوك اللي صارت في نفسه قبل تنفيذ العملية بالتأكيد كانت أحبطت هذه المجموعة. وأقول لحضرتك إنه المعلومات اللي هو أدلى بيها من وصورة البطاقة بتاع الرقم القومي اللي هو كان واخدها من المشتري هم كانوا السبيل لكشف هذه المجموعة. ده مثل على أديك مثل آخر ناحية سلبية برضه، الشنطة بالمتفجرات اللي وضع تحت إحدى السيارات في عند مكتب النائب العام اللي في وسط البلد اللي في شارع 26 يوليو اللي انفجرت، والحمد لله ما كانش لها آثار مدمرة بالنسبة للأرواح، أو لأنه المنادي اللي موجود في المنطقة لو هو منتبه واخد باله كان بالتأكيد لازم يمسك الولد اللي حط هذه الشنطة وهكذا. يعني التوعية، وأنا يعني أحد المحاور اللي أسعى إلى تحقيقها إن يبقى في برنامج يومي من متخصصين لكيفية توعية المواطنين يعملوا إيه. يعني الحادثة بتاع البدرشين، لو المواطنين اللي كان سايق العربية النقل أو التريسيكل لو اعترض هذا الموتوسيكل اللي أولاد استخدموه وهيربوا بيه بالتأكيد كان يمكن القبض عليهم فورا. الحمد لله ربنا وفق وقبض عليهم. إنما الخلاصة مثل هذا البرنامج يبقى لتوعية المواطنين بالدور الذي يجب أن يقوموا به في هذه المرحلة. احنا حضرتك وضحت لنا نقاط الحقيقه تبين ان المواطن عليه دور كبير جدا جدا, جداً في جداً مواجهه الارهاب. لا اهم من هذا كله بقى بصراحه، يعني انا عندي اعتقاد ان ما فيش شارع ولا منطقه ولا مدينه ولا قريه الناس ما يعرفوش اصحاب الافكار المتطرفه. يعني لو المواطنين بلغوا عن هؤلاء بالتأكيد حيساعدوا أجهزة الأمن في مواجهتهم. يعني أنا أذكر في الثمانينات في دكتور شهير جدا كان بلغ عن ولدين اتنين بتوعه وكانوا في كلية الطب هم أيضا، وبالتالي لما تم الحوار معاهم أمكن تصحيح مفاهيمهم واندمجوا في المجتمع. عن الدكتور مشهور وما خافش ان هو يبلغ عن اولاده، فلازم يعني بالتاكيد مثل هذا العمل مطلوب في هذه المرحله. لو كل واحد يعرف معلومه عنها عن اي واحد يبلغ عنه. صحيح. احنا بنشكر وجود حضرتك معانا سياده اللواء فؤاد علام عضو المجلس القومي لمواجهه الارهاب والتطرف، شكرا على وجودك في صباحك عندنا. في نفس الوقت اللي مصر بتواجه الإرهاب في تنمية وجهود كبيرة بتحصل للنهوض بمصر. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، ووجه الرئيس بالبدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية لمشروع وتنمية غرب مصر اللي بيتضمن تنمية المناطق اللوجستية والاستثمارية والتجمعات العمرانية تمهيدا لإدخاله حيز التنفيذ. وأشاد الرئيس السيسي خلال اجتماعه أمس مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بالآفاق التنموية الجديدة للمشروع وتوفيره مئات الآلاف من فرص العمل، وده للبحث عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظة مطروح.
قال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن محافظ مطروح عرض على الرئيس السيسي دراسات المشروع، مبينا أنه بيشمل إنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي وتجمعات عمرانية ومراكز استشفاء ومنطقة صناعية ولوجستية وميناء تجاري بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة غرب مرسى مطروح بنحو 75 كيلومتر. وشدد الرئيس على توفير أعلى قدرات التأمين للمركز الاقتصادي والسياحي العالمي ومواصلة جهود تنمية وتطوير المناطق النائية والأكثر احتياج بأعلى المواصفات والمعايير العالمية، تقديم نماذج تنموية متكاملة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم و تقديم فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ليهم. احنا معانا دلوقتي سيادة اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح. صباح الخير سيادة اللواء. صباح الخير، اهلا وسهلا سيادة نجيب وعلى سادة المشاهدين. لقاء هام اللي كان حاصل امبارح مع سيادة الرئيس والإشادة اللي تمت لمشروع تنمية غرب مصر، عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن هذا اللقاء وما تم فيه. حاضر، انا كان لي شرف لقاء سياده الرئيس امبارح. طبعا مشروع تنمية غرب مصر كان على اهميه الموضوعات من اهمها اللي تم تناولها مع سيادته، لكن سيادته كان بيسال على جميع ما تم في محافظه مطروح خلال الفتره السابقه والمشروعات القادمه. بتكلم عن البنيه التحتيه، بتكلم عن مشروعات المياه، بتكلم عن مشروع الصرف الصحي، بتكلم عن الطرق، بتكلم عن الكهرباء، الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطن. كل الموضوعات دي سيادة الرئيس تناولها واتكلم فيها بالتفصيل امس، وانا رديت عليها بالكامل الحمد لله، ووضح لسيادته ايه كان فين وبقت فين واحنا رايحين فين. والحمد لله في العديد من المشكلات تم نهوها، بكلف شويه ميه، كهرباء، مشروع نقل جماعي، مشكله مصنع البوتاجاز، مشكله مصنع الوجبه المدرسيه، بتحسين بعض مشاكل الصحه اللي كانت موجوده اتحسنت بشكل كبير جدا. في بعض المشاكل طبعا لكن في تحسن كبير، طبعا تحسن كبير وملموس. احنا بنتكلم في اكثر من 35 سنه تعميش، وكان بتروح لمطروح الحد الادنى. فانا اضرب بساتك بس بالارقام علشان الناس تفهم. احنا مش هطول في النقطه دي، دقيقه واحده بس بعد اذنك. اتفضل. احنا الخطه الاستثماريه اللي هي مسؤوله عن الموازنه بتاعت المحافظه، مرافق، بنيه تحتيه وخلافه، في عام 2014 2015 72 مليون، عشان بس الناس تبقى فاهمه الارقام. 72 مليون دول كانوا بيتصرفوا يا فندم على المرافق وخلافه والبنيه التحتيه. احنا استلمنا المحافظه 2015 تجسد الرئيس ان تتغير محافظه مطروح بكافه الامور. من 2015 الخطه الاستثماريه للمحافظه 521 مليون بزياده 168%. طيب 16 17 كام؟ 931 مليون، يعني مليار. انا بقول الارقام عشان الناس تعرف حجم الانفاق اللي بيتم في محافظه مطروح شكله ايه، ومعدلات المشروعات اللي موجوده شكلها ايه. ده اللي بيتم في محافظه مطروح حاليا. مش عايز اطول عليكي، هنتقل بسرعه الى مشروع تنميه غرب مصر لحضرتك. ابتديت فيه سؤالك. ده مشروع تنموي، تنميه مستدامه، مشروع عملاق، مش يغير وجهه مطروح، ده هيغير وجهتنا كلنا. مشروع بيتكلم عن مئات الاف فرص العمل، سواء مباشره او غير مباشره. ده مشروع عمود الخيمه بتاعه او الانكر هو ميناء جرجوب. ميناء تجاري بتتبني عليه مدينه اقتصاديه ساحليه سياحيه عالميه بكيان اقتصادي عالمي على اعلى مستوى بقدرات تامينيه عاليه جدا. وده كان بصراحه توجيه سياده الرئيس امبارح. المقطع فيما يتعلق باجراءات التامين سياده الرئيس اكد عليها بشكل عالي جدا، ليكون مقصد سياحي عالمي لكل دول اوروبا وخاصه جنوب اوروبا اللي هم اقرب نقطه لمحافظه مطروح والمغرب العربي. فاحنا ان شاء الله هنحقق ده. بحب اطمنك واطمن الساده المشاهدين، الموضوع ده مش فكره، واحنا لسه هندرس ولسه رايحين بقى، يعني ده دراسات. لا يا فندم، بحب اطمنك، الدراسات دي اتعملت بقى لها سنه ونص تقريبا، عملها اكبر شركات دراسات جدوى اقتصاديه مش في مصر، في العالم. طبعا في خبراء مصريين معانا، ولكن الدراسات دي تم اعدادها باكبر بيوت خبره عالميه في هذا المجال. مش بنعمل حاجه من ورقة تخيلات، لا، ده دراسات معموله
بشكل دقيق جدا، بفحوصات دقيقه جدا اشتركت فيها كل اجهزه الدوله بصراحه، كل الوزارات المعنيه، تنسيقات على اعلى مستوى. تم عرض المشروع ده على جميع ساده الوزراء، على جميع على سيد اداره مجلس الوزراء. الموضوع المشروع في مراحله الاخيره حاليا اللي اتعرض بيه على سياده الرئيس على تحسين. يعني هيدخل حيز التنفيذ قد ايه يا فندم؟ نعم، هيدخل حيز التنفيذ خلال قد ايه؟ احنا يعني هو خلاص يعني سياده الرئيس صدق المشروع، احنا بننهي بعض التفاصيل البسيطه جدا مع بعض الجهات المعنيه، ويعني ممكن في اقل من شهر يكون داخل حيز التنفيذ. المرحله الاولى منه في خلال من سنه ونص الى عامين، المرحله الاولى من هذا المشروع ده معدلات الخبراء، لكن ما اعرفش طبعا اكيد سياده الرئيس هيختزل هذا التوقيت. نعم. لكن ده المعدل التنفيذي للخبراء اللي عاملين هذا المشروع. قد طبعا سياده الرئيس يضغط اكتر والموضوع يبقى يتخلص المده زي ما تتخلص، لكن ده المخطط بالنسبه لنا احنا. اعتقد كمان انه الهدف التامين الحدودي وال طبعا لما انت تعملي كثافه سكانيه طبعا انت ده تامين تامين بعد قومي رهيب طبعا. اكيد اكيد. احنا بنشكر حضرتك سياده اللواء. انا اللي بشكرك وكتر خيرك ومتشكر جدا ليك وساده المشاهدين. شكرا يا فندم، شكرا على وجود حضرتك معانا. والحقيقه انه الواحد بيتبسط وبيفرح لما بيلاقي انه في مش بارقه، الحقيقه هي حاجات كتير بتدينا امل وبتدينا تفاؤل انه بكره هيبقى احسن، ان الدوله بكل مؤسساتها وطبعا على راسها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كلهم حريصين على ان احنا نطلع لقدام، سواء في مواجهه الارهاب، سواء اقتصاديا، تحسين الاحوال المعيشيه للمواطنين اللي كانوا قاعدين فترة طويلة جدا، سنين طويلة جدا مهمشين. الصعيد بدأت يحصل فيه تنمية احنا شايفينها، احنا دلوقتي شايفين كمان المنطقة الخاصة بمطروح كمان فيها تنمية، شايفين التنمية اللي بتحصل في مشروع الجلالة والعاصمة الإدارية. حقيقة انه في مجموعة من المشروعات التنموية المستدامة العملاقة الكبيرة اللي هتعمل مئات الآلاف من فرص العمل، واكيد ان شاء الله هيبقى في فرصة أحسن لعيشة أفضل منتظرانا، بس إحنا نصبر شوية، نصبر شوية ومش كتير، وإن شاء الله الأمور هتتحسن وهتبقى أحسن من الأول. المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكد إنه مؤتمر الشباب بالإسكندرية كان مؤتمر ناجح، وإن الحكومة عرضت خلال المؤتمر التصور الخاص لاستراتيجية 2030، وعرضت كل المحددات الخاصة بيها وتصوراتها، وأضاف إن الإصلاح الاقتصادي اللي قامت بيه الحكومة بيمثل خطوات في إطار استراتيجية 2030، مشيرا إلى إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية متابعة تنفيذ الاستراتيجية ومشاركة الشباب فيها. رئيس الوزراء كمان أكد أننا قطعنا شوط كبير في الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وأنه في نتائج إيجابية السنة دي وهتتحسن السنة الجاية، وهتنعكس على فرص العمل، هتكون أفضل للشباب والخدمات كمان هتكون أفضل. وقال أنه كل حاجة، ما قالش أن كل حاجة ممتازة، ولكن هيبقى فيه تحسن في كتير من المؤشرات، وهنعمل على رفع مستوى المعيشة وخفض عجز الموازنة وتوفير إيرادات أكبر عشان يتم إنفاقها. إحنا بينضم لينا زميلنا الأستاذ حسن أبو قصيم، محرر شؤون مجلس الوزراء برزل يوسف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير استاذ حسن. شايف المؤتمر الشباب اللي كان في اسكندريه شايفه ازاي، وتصريحات الاخيره لرئيس مجلس الوزراء؟ طبعا مؤتمر الشباب اللي هو عقد طبعا يا فندم في الاسكندريه على مدار يومين بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ناجح للغايه، بحضور 1300 شاب. الشباب كانوا بيتحاوروا مع السيد الرئيس بدون حواجز، بدون يعني اي شيء، كان الشباب بيسال والسيد الرئيس بيدون وبيجيب عن كافه التساؤلات. هذا يعني هذا المؤتمر طبعا اللي هو عقد في الاسكندريه، وكان تشريف وجود هذا المؤتمر في مكتبه الاسكندريه اللي هي تعتبر يعني رؤيه الابداع والتفكير والثقافه. كان هناك عدد من التوصيات، وانا بعتبر هذه التوصيات يا فندم دي قرارات ملزمه للحكومه وللساده الوزراء وللساده المحافظين، هم بالفعل يعني بداوا في تنفيذ هذه القرارات الملزمه او التوصيات بدايه من
نعم. ايه كان ابرز اللي قاله سياده الرئيس للصحفيين امس؟ يعني ابرز شيء يعني هو يعني تسليط الضوء يعني بالنسبه للاعلام خلال الفتره المقبله، ويا ريت بدايه من المقبل على فوبيا اسقاط الدوله. احنا عارفين منذ يعني ثوره 25 يناير 2011 كانت هناك محاولات لاسقاط الدوله المصريه، ولكن نريد ان نؤكد من خلال منبرك الاعلام المحترم يا فندم ان الدوله المصريه لم ولن تسقط اطلاقا، لان هناك يعني اداره سياسيه، هناك اداره التحدي من الدوله السياسيه، هناك مشروعات بيتم انجازها، وهناك رغبه المواطنين ووقوف المواطنين خلف الدوله والقياده السياسيه. هم شايفين على ارض الواقع هناك مشروعات بيتم انجازها. السيد الرئيس تحدث عن الارهاب، وفي كل احاديث السيد الرئيس بيتحدث عن الارهاب. احنا عارفين هناك عدد من هذه وهي اماره الارهاب اللي هي صرفت حوالي 65 مليار دولار لاسقاط الدوله المصريه وعدد من الدول العربيه، واحنا شايفين المجتمع العربي اذا كنا بيتحدث عن ليبيا، بيتحدث عن سوريا، بيتحدث عن اليمن وعدد من هذه الدول. فنخلي عيوننا على هذه الدول ونقف مع الدولة المصرية. وعلى الإعلام هناك دور محوري ودور رئيسي، إنه هو يشرح للسادة المشاهدين يعني فوبيا من إسقاط الدولة المصرية وما الذي فعلته هذه إمارة الإرهاب، وهي إمارة قطر الإرهابية. تمام. إن هي بتدعم الجماعات الإرهابية، وإحنا شفنا الحمد لله القوات المسلحة بتقوم بأحلى يعني بأفضل مجهود على أعلى مستوى خلال طبعاً. الفترة. احنا كلنا ملاحظين الدور البارز اللي بتقوم به القوات المسلحة. بنشكرك أستاذ حسن، شكرا على وجودك معنا في صباحك عندنا. في إطار التنسيق بين القاهرة وباريس لتحقيق الاستقرار في ليبيا، التقى وزير الخارجية سامح شكري في باريس نظيره الفرنسي جان إيف لورديان لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الملف الليبي، واستعرض اللقاء نتائج الاجتماع اللي شارك فيه أمس الأول بقصر روسل بشأن قرب باريس، و اللي كان أسفر عن اتفاق المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وذلك في إطار التنسيق الوثيق بين القاهرة وباريس بشأن الأزمة الليبية. احنا بينضم لنا دلوقتي الكاتب الصحفي الليبي الأستاذ محمد السلاك. صباح الخير يا فندم. صباح النور وتحية طيبة لك ولكل مشاهديك الكرام. أهلا وسهلا. رؤيتك لما حدث في باريس والاتفاق اللي تم بين المشير خليفة حفتر والسيد السراج رئيس الحكومة الليبية. نعم بالتأكيد، يعني هذا تطور غير مسبوق. كانت البدايات في القاهرة ومن ثم انتقلت إلى أبوظبي، والآن رأينا تتويجا لهذه الجهود في فرنسا. ما حدث من إعلان بقصر لاس سانكرو يعني بالتأكيد يؤسس لمرحلة جديدة ومختلفة عن سابقتها. هذا الاتفاق بين الطرفين الرئيسيين في المشهد الليبي المكملان لبعضهم البعض، الطرف السياسي والطرف العسكري، والنقاط التي تم الإعلان عنها بكل وضوح من دمج المقاتلين غير النظاميين، من توحيد المؤسسة العسكرية، من تفعيل اتفاق الصخيرات، ومن التعهد باستمرار الحرب ضد الإرهاب وعدم اللجوء إلى القوة في المقابل في أي نطاق خارج هذا الأمر. وهذا كنا مرارا وتكرارا في عدة مداخلات ننادي به دائما، أن سلاحنا موجه إلى الإرهاب فقط. أما الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية فتحل عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما تم تأكيده بشكل قاطع بين الطرفين. هذا أغلق الباب في وجه كل من يريد أن يؤجج ويذهب بنا إلى خيار المواجهة المسلحة بين الفرقاء الليبيين.
بعيدا ويعطي الفرصة للإرهاب يعني تماما. يعني هذه كلها مكتسبات كبيرة لابد من الحفاظ عليها. تصور أن ما بعد لازل سانكلو مختلف تماما عما قبله، وهذه يعني خطوة أو نستطيع أن نقول أنها قفزة يعني إيجابية، هي 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 الأكثر ذوي في سياق الأزمة الليبية. طيب احنا بنشكر حضرتك الكاتب الصحفي الليبي محمد السلاك، شكرا على وجود حضرتك معانا في صباحك عندنا. بكرة بيحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفيروسات الكبدية. طبعا مصر الحمد لله نجحت انها تكون مثال يحتذى به على مستوى العالم فيما يتعلق بمواجهة الفيروسات الكبدية، وعلى رأسها فيروس سي. ومش بس كده وبس، كمان مصر نجحت في تفعيل سياسات علاجية ناجحة في الكشف المبكر وعلاج المرضى، والنجاح ده طبعا بيرجع للجهود المتواصلة للفرق البحثية والطبية بالجامعات والمعاهد المتخصصة لمواكبة الجديد في هذا المجال ودراسة التقنيات الحديثة اللي بتساهم في الرصد المبكر لفيروس سي، إضافة طبعا إلى تجربة علاجات دوائية حديثة لعلاج فيروس سي للكبار والأطفال وبحث سبل مكافحة الفيروس الكبدي سي. احنا معانا دلوقتي دكتور يحيى الشاذلي، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور دكتور يحيى. يعني الخبر مفرح تاني انه مصر هي المثال اللي بيحتذى به لمكافحة الفيروسات الكبدية، وطبعا على رأسها فيروس سي، واحنا كلنا لمسين التطور والانجاز الكبير اللي مصر بتحققه. بكرة العالم بيحتفل باليوم العالمي لمواجهة الفيروسات الكبدية، ومصر طبعا هي خير مثال على هذا. ايوه الحقيقة يعني اليوم العالمي للفيروسات الكبدية توافق السنة اللي فاتت مع نهاية المبادرة الأولى اللي أطلقها السيد رئيس الجمهورية بأن احنا هنعالج 1,000,000 مصري في العام اللي هو سنة عام 1916، واللي الوزير أحمد عماد خدها على عاتقه وأوكل إلي أنا والدكتور أدري السعيد مسؤولية إنهاء قوائم الانتظار، والتي انتهت فعلا يوم 28/7/2016 مع اليوم العالمي للفيروسات الكبدية العام الماضي. وكانت عدد المرضى اللي تعالجوا في أثناء فترة تولي الدكتور أحمد عماد وزارة الصحة، عدد المرضى اللي تعالجوا 1,167,000 مريض، على نفقة الدولة منهم 665,000 مريض، والتأمين الصحي يعني برضو نفقة الدولة 285,000 مريض، الشرطة والجيش عالج 27,000 مريض، واللي تعالجوا على حسابهم أو يعني بنسميهم مرضى النقدي لم يكن من 1,167,000. بنسبة استجابة بالأدوية تصل ل 76%، 96% في الحالات سهلة صعبة العلاج، و 97% في الحالات تفلت العلاج بالسوبالدي والدكلة المصرية، وده صاحبه زيادة مراكز العلاج إلى 165 مركز، منهم 100 تبع التأمين تبعنا في اللجنة القومية. اللي يهمنا نوضحه هنا إنه مع الكلب بتاع غدا العالمي فيروس سي، إحنا في نفس الوقت كان الرئيس حسني أطلق مبادرته الثانية إن مصر خالية من يعني فيروس 2% اللي هي النسبة العالمية والمطلب من. طيب هو في مشكلة في الصوت يا دكتور يحيى، بس عموما احنا مستنيين المزيد من الإنجاز فيما يتعلق بملف فيروس سي، واحنا أكيد هنشهد الفترة القادمة علاج الأطفال المرضى فيروس سي من عمر 6 سنين، وده تطور كبير جدا، وإن شاء الله إحنا قادرين على إن إحنا نحقق فيه إنجازات ملموسة زي ما قدرنا نحققها قبل كده. إحنا دلوقتي هنطلع نشوف تقرير عن زيارة أوائل الثانوية العامة للمرضى والأطفال المعاقين في جمعية رسالة. هنشوف التقرير وهنرجع إن شاء الله بعد الفاصل بفقرتنا الأسبوعية مع الشيخ صبري الفاخري.
في بادرة إنسانية، قام عدد من أوائل الثانوية العامة بزيارة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في جمعيات رسالة كخطوة للتخفيف عن آلامهم وشدي من قدرهم. احنا جينا النهاردة الموضوع عجبنا جدا، تعرفنا على الأنشطة كثير هنا، الناس هنا كلهم كويسين وكلهم رحبوا بينا، واحنا انبسطنا ان احنا شاركنا معهم النهاردة. كنا بنحاول يعني ان احنا نفرحهم شوية، يعني ده أقل حاجة نقدر نقدمها لهم. يعني جينا جمعية رسالة عشان نتكرم كعائلة جمهورية وكده، وخدنا تور ولفينا شويه وشفنا شويه نشاطات من جمعيه رساله. بصراحه التكريم فعلا تحفه، واحنا عدينا على الفولنتير تحت في اللبس، وبعدين كده النهارده مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، الرعايه طبعا فوق الممتاز، بيرعوهم جدا واحنا قاعدين معاهم، هو بنقضي اليوم معاهم وبنحاول باذن الله نسعدهم باقصى شكل باذن الله. وشفنا الاولى في الثانويه العامه المكفوفه وازاي بيساعدوهم وبيعلموهم برايل، الصراحه فعلا بيتعبوا جدا، وهي يعني ما شاء الله عليها متفوقه الاولى في الثانويه العامه. هم ساعدوني ان انا اعرف اتعامل مع الناس يعني كويس جدا، واقدر ان انا بجد مبقاش خجوله، اتحرك في كل مكان، بروح في كل حته يعني. وكمان وفرت لي باص اروح بيه المدرسه وارجع بيه. النهارده كان يوم جميل جدا، احنا اتشرفنا بتكريم واستضافه طلبه الاوائل الثانويه العامه واهاليهم. الهدف من وجود النهارده والهدف من التكريم الرئيسي هو حاجتين، الحاجه الاولانيه ان احنا عايزين نوصل لكل الناس ان الطلبه المتفوقين ليهم دور كبير في المسؤوليه المجتمعيه، دور كبير في المجتمع، دور كبير في ان هم يؤدوا واجبهم تجاه المجتمع. خطوه ايجابيه لزياده المشاركه المجتمعيه مع الجمعيات الخيريه لدعم المرضى وذوي الاحتياجات الخاصه. ساره السعودي، صباحك عندنا، قناه المحور. رجعنا لحضراتكم مره تانية وفقرتنا الاسبوعيه مع الشيخ صبري الفواخري، واللي هنتكلم فيها عن مفهوم الايمان وازاي الواحد يقدر يقوي ايمانه ويقينه بالله، وكمان عن الايمان في العمل والتضحيات من أجل الوطن. صباح الخير. صباح النور يا فندم. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن التضحيات اللي بيقوم بيها جنودنا في القوات المسلحة، والجندي مثلا اللي فكر في أقل من ثانية ان هو ياخد قرار ويغامر بحياته ويواجه سيارة محملة بالمتفجرات علشان ينقذ وطن، وفي المقابل واحد تاني شايف انه اللي هو اللي عمل كده بقى شايف ان ده هو ده الإيمان. يعني احنا قدام نقيدين وكل واحد مقتنع بفكره، عايزين نعرف بقى احنا ازاي نقدر نفرق بين الفكر الصح والفكر الغلط. هو شايف من وجهة نظره ان ده ايمان، والتاني شايف ان ده ايمان. تمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد، صلي ربنا على حضرته وارضى ربنا يا مرضي العباد عن آل بيت سيادته، وتحنن يا حنان وتمنن يا منان، وتكرم يا كريم وترحم يا رحيم على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. أمة الإسلام هيا أفيقي، فقد اتضحت لك معالم الطريق، لا تتشبهي بأخلاق قوم الله، فإن ذلك بك يا أمة محمدا لا يليق. هذه الأمة الوسطية من المفروض كلية أن نصبح بعيدين عن العنف، بعيدين عن التطرف، لأن يا دكتورة نيفين زي ما أنا قلت لحضرتك قبل كده ولمشاهدينا الكرام، نحن أمة وسط، أمة سامحة، عليها نشر الرحمة والمحبة والسلام في كافة ربوع الأرض. فمثلا اللي مليش كبير بيشتروا الكبير، صح؟ مش كانوا يعلمونا كده في الأرياف زمان؟ طب وإحنا كبرنا صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا قال له وما أرسلناك إلا رحمة للإيه؟ العالمين. فإذا كان الكبير بتاعي ونور عيني ونبراس حياتي ومهجة فؤادي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، المفروض على أتباعه لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يحملها مشاعل النور والرحمة للعالم كله. حضرتك عملت لنا في أول الحلقة الجميلة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمشاهدين وبمعاليكي كفة ميزان في الحلقة، قلت في ناس بتضحي بنفسها في سبيل الله والوطن، وفي ناس بتضحي بنفسها في سبيل الشيطان والإرهاب والتطرف. هل يستويان؟ لا يستويان أبدا. مثلا واحد باع نفسه للشيطان، باع نفسه للدول الممولة للإرهاب، باع نفسه وباع دينه وباع وطنه وباع كرامته. وقديما علمونا من لا وطن له لا عرض له.
ولا شرف له ولا كرامة له. احنا من غير وطن هنعيش ازاي؟ هنحمل اي جنسية مثلا؟ في احلى من الجنسية المصرية على وجه البسيطة ما فيش. يقول لنا الجنسية الامريكية على راسنا من فوق ويبقى امريكاني ومش في حد يقدر يوقفه، دي حاجة جميلة وحلو. لكن كون ان انا مصري، يعني تصوري انت الرائع مصطفى كامل حينما يقول لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون ايه؟ مصريا. كفايه ان مصر مذكوره في القران وبنودها خير اجداد طيب الارض. ده الوطنيه اتعلمناها من مصطفى كامل والزعماء خالدين الذكر. طيب ما نتعلمها من الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. والله يا مكه انك لاحب بلاد الله الي والى الله، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرج وزعلان وطالع من بلده مطرود وهو مش عامل حاجه. فكون ان احنا نشوف واحد بيبيع نفسه للشيطان، ده مؤمن مش عنده ايمان اصلا، ده مش مؤمن اصلا. لكن كون ان احنا نشوف بطل مناضل مجاهد من صخور ونسور واسود القوات المسلحه انه يضحي بنفسه ولكن ربنا نجاه سبحانه وتعالى، وانه يدهس العربيه دي بما فيها من المتفجرات. يمكن كانت ترافقني أختي الإعلامية القديرة الأستاذة حنان المطعاني المذيعة بإذاعة القرآن الكريم وقناة الفتح اللي مشرفاني دلوقتي، بتقول لي بنتناقش وإحنا في السيارة مع معاليها، بتقول لي إزاي واحد يروح يضحي بنفسه في سبيل الشيطان ونلاقي في المقابل بقى واحد عايز يضحي بنفسه في سبيل الله والوطن. يعني هو لما طلع بالدبابة، خليكي معايا الدكتورة نيفين، هو متأكد إن هو ممكن يموت في جزء من اللحظة طبعا. لكن هو ما فكرش، هو فكر ازاي ينقذ زمايله، ازاي يوري العالم كله ان مصر فيها رجال. لذلك اما ربنا اتكلم قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله ايه عليه. وبرضه بنتذكر معجزة من معجزات سيدنا خالد ذكر سيدنا محمد، اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من اهلها جندا كثيرا فإنهم خيرة جنود أهل الأرض. يعني النبي بجلالة قدره، النبي أحسن قائد وأفضل زعيم في العالم، يقول لك إذا فتح الله عليكم مصر ماذا نصنع يا رسول الله؟ هل نشرب من نيلها؟ هل نأكل من ثمارها؟ لا، فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فإنهم خيرة جنود أهل الأرض. يعني ويمكن احنا لينا شرف ان احنا عندنا بلدنا في الشرقيه بلد عبد العاطي الصياد الدبابات، برضه طلع لنا صقر من الصقور بتاعتنا مش خايف من الموت وانقذ اصحابه. ده بتنم على ان الايمان يا دكتوره نيفين يزيد وينقص. طب يزيد ازاي؟ يزيد بالطاعه، يزيد بحب الوطن، يزيد بدعم الحكومه، مش علشان نبقى منافقين او معاكوا معاكوا عليكوا عليكوا، لا ده احنا ايه؟ علشان بلدنا محتاجة في الفترة دي ان احنا نساند القائد ونساند الزعيم حتى لا ينهار هذا الوطن. لان تخيلي بالله عليكي لو لا قدر الله، وهذا لن يكون ابدا لان مصر محفوظة زي ما حضرتك تفضلت، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. لو انهارت بلدنا العالم كله هنهار، تنهار السعودية وتنهار البحرين وتنهار الامارات، لان عمود الخيمة ورمانة الميزان في العالم هي مصر. لذلك قلنا حتة جميلة يا دكتورة نيفين، إن سيدنا نوح لما كان بيهبط بالسفينة بعد الطوفان كان ينزل مثلا إيه البلد دي؟ يقول له سوريا. يلاقي في ملائكة بتحرس سوريا. إيه البلد دي؟ يقول له ده البحرين. يلاقي ملائكة بتحرس البحرين. فنزل في حتة مش فيها ملائكة. فقال إيه البلد دي؟ فربنا قال له ده بلد اسمها مصر. قال له فين الملائكة مش بتحرسها ليه؟ قال له لا ده من مكانتها عندي أنا اللي بحرسها. الله. شفتي الجمال والروعة. فمهما حاول المرجفون والمخربون وقليل الإيمان ومعدوم الإيمان ومنزوع الإيمان ومزروع الكفر والتطرف والإرهاب إن هم ينالوا من الشعب المصري لن ينالوا. ويمكن كان أخي وصديقي الأستاذ الإعلام الرائع أستاذنا أحمد أيوب كان في مداخلة مع حضرتك قال لك يا جماعة المفروض ندور إن دول مش حفنة، ده دي وراهم دول وراهم تنظيمات وراهم مخابرات عالمية عايز البلد دي تنهار. صحيح. فاحنا لازم نكون أذكياء لما يراد من بوطننا من كيد وحقد وغل، ده فين. لذلك أخطر حاجة في العالم هي الإرهاب. طب إزاي لأن الإرهاب يا دكتورة نيفين أنا آسف لقطع كلامك، لا دين له، لا عقيدة له،
احنا ازاي نقدر نواجه الفكر المتطرف ده بان احنا نقوي الايمان عند شبابنا؟ يعني نقوي الايمان عند شبابنا نحكي لهم عن قصص البطولات التي حدثت، نحكي لهم ان شهداءنا نحن كمسلمين معتدلين وسطيين في الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين. أما ما يروجونه هم أنهم شهداء هم هلكة، نسمي هالك أو مقتول إلى جهنم وبئس القرار. يعني لا يمكن أن هم يكونوا في الجنة، لكن هم عندهم كل الشعب المصري كافر هم مسلمين بس. مين قال كده؟ مين قال كده يعني؟ طيب هم نسيوا يا دكتورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون منين؟ منين؟ فمه ويده، من لسانه ويده. طب هم لسانهم طويل بيتطاولوا على الحكومة، بيتطاولوا على الشعب المصري وعلى الموالين للقيادات اللي بتحكم الدولة، وإيديهم طويلة بيمدوا يد الإرهاب في كافة ربوع مصر. لم تسلم الكنائس من هؤلاء، لم تسلم المساجد من هؤلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علشان يوصف لنا شدة إيمان سيدنا عمر قال يا عمر إنك إذا سلكت طريقا سلك الشيطان طريقا آخر. تخيلي بالله عليك، واحد ماشي الشيطان يقول لربنا أنا مش عايز أقابله ده، أنا مش عايز أقابله لأن غالبا هيهزمني ده، الشيطان نفسه مش يقابله، مش عشان خايف منه أو هو أشد عداوة من للرحمن من الشيطان، لا ده هو من كتر إيمانه الشيطان خايف إن هو حتى يلمسه ويمشي في الطريق. ده بتنم عن قوة إيمان. عايزين نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوة إيمانه. لذلك هؤلاء مزعزعين، من الممكن إن أنت تشتري أي إرهابي بحفنة من الدولارات. مسافة ما يشوف الفلوس يتسرع كالكلب العقور والعياذ بالله. أو كالشخص الجائع الطريد الملعون الذي لا يجد له مسكن ولا مأوى. لكن انظري إلى صاحب القضية، يموت ولا تموت قضيته. صاحب القضية أو صاحب الفكرة يموت ولا تموت قضيته. ليه؟ لأنه فكره على صح. لذلك ما حاولوا يشتروا حبيبك صلى الله عليه وسلم وقالوا لعمه انظر إلى ابن أخيك، إن أراد ملكا ملكناه علينا، وإن أراد مالا جمعنا له من أموالنا حتى يصيروا أغنان، وإن أراد من ذهبنا صار أغنى واحدا في مكة. فراح يعرض العرض ده للنبي يقول له رفقا بنفسك يا ابن أخي، وبعدين إن القوم اختاروا لك أمرا إن أنت يجمعوا لك الأموال حتى تصير أغنى رجل في قريش. شفت بقى الرجالة اللي مش بتتباع ولا بتتشري، اللي الواحد فيهم بمليون راجل مننا. قال والله يا عم ده عرض جميل إن أنا عايز أبقى مالك أو أبقى ملياردير، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يمين قمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا، لأنه صاحب قضية حق. إنما واحد خد المليون دوت وفجر الكنيسة، أو المليون ده وفجر المسجد أو المدرسة أو كذا وكذا، هذا إرهابي متطرف عميل مريض خبيث يجب اجتساسه من الأرض بما فيها، لأن هو رمز للهلاك وليس رمز للإسلام. فياريت ما نقولش عليهم أصلا حتى مسلمين، لأن الإسلام براء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. خلينا كمان نتكلم عن المواطن العادي بقى. يعني أنا دلوقتي بيحضرني الدعاء إن هو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تمام. أعرف إنه أمين يا رب، إحنا والمشاهدين وكل الناس اللي حضرنا دلوقتي. لكن عايز أعرف كمان، ساعات الواحد بيبقى عنده قوة إيمان شديدة ولكن يحصل له موقف من المواقف الفاجعة، يعني مثلا يتوفى حد عزيز عليه، تحصل له صدمة قوية ما، فممكن في لحظة من اللحظات إيمانه يهتز شوية، فيقدر يعمل إيه في الحكاية دي ويحصن نفسه إزاي؟ في رسول الله القدوة والمثال، ثم في صحابته الأعلام النبلاء الذين بلغوا عن صاحبهم ونشروا الإسلام في كافة ربوع الأرض. إما توفى النبي حادث جلل أعظم من الملوك ومن الرؤساء ومن الوزراء ومن العالم كله، مولانا سيدنا رسول الله. فتخيلي إنسان بهذا الحجم بهذه الروعة بهذه الرحمة يموت. طبعا العقول غابت العقول طبعا. فمن ضمن العقول اللي لم تتحمل وفاته سيدنا عمر العملاق. فقال من قال أن محمدا مات قطعت عنقه بسيفي، يعني اللي حيقول أن النبي مات
أنا حموته وحأنهي حياته من العالم كله. في الحالة دي يا دكتورة نيفين، سيدنا عمر لم يتملك نفسه، والإيمان بتاعه إنه مش قادر يصدق إن صاحبه حبيبه وصديقه مات. يقوم مين بقى؟ يقوم واحد رفيع قوي، ضعيف قوي، ومحب للنبي قوي، والنبي أمرنا إن احنا نحبه كلنا، سيدنا أبو بكر الصديق. يقول له اجلس يا عمر. يقول لا مش هجلس. أنت بتقول إيه؟ قال له اللي هيقول إن محمد مات هقطع رقبته بالسيف. قوم سيدنا أبو بكر يرد عليه، قال له لا، ده مات وشبع موت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد إيه؟ قد إيه؟ مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حيا إيه؟ لا يموت. لا يموت. وابتدى يتلو الآية، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفان مت فهم الخالدون، وبعدين إنك ميت وإنهم ميتون. يوم سيدنا عمر صاحب الإيمان، الإيمان الكبير قوي، يقول له كأني لم أسمع بهذه الآية من قبل. إذن الإيمان ممكن يزيد في لحظة وينقص في لحظة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. واحد سرق، الإيمان نقص حبة. واحد زنى، الإيمان نقص حبة. واحد قتل، الإيمان نقص حبة. ويرجع له الإيمان كامل مكمل لما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقلع عن هذا الذنب. لذلك سيدنا أبو هريرة لقى الناس بعيد عن المساجد وبعيد عن ذكر الله وبعيد عن الصلاة وبعيد عن الصوم، فقال لهم انتوا قاعدين في الأسواق كده عمالين تبيعوا وتشتروا وتبصوا للستات المعدية؟ قالوا له ما دي طبيعة الحياة. قال لهم ده في ميراث للنبي بيتوزع في الجامع. الناس على طول يا أستاذ نيفين افتكروا ان الميراث ده فلوس، جريوا على المسجد وراهم سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو هريرة بيضحك طبعا، لأن النبي ما سابش درهم ولا دينار، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدق. فقالوا له أنت بتضحك علينا وأنت من أكثر الصحابة رواية لحديث سيدنا رسول الله صلى الله على حضرته. قال لهم والله ما بضحك عليك ولا حاجة، أنتوا جايين عايزين ميراثه؟ قالوا عايزين الفلوس اللي بتتوزع. قال لهم في حاجة أحسن من الفلوس، في ناس بتصلي هي تصلوا زيهم، في ناس قاعدة تذكر الله يذكر الله زيهم، في ناس بعيدة عن الغيبة والنميمة ابعدوا عن الغيبة والنميمة زيهم علشان الإيمان بتاعكم يزيد حب. قالوا ده احنا كنا فاكرين فلوس. قال المال عرض زائل يملكه البر والفاجر. ممكن واحد يبقى سيء الخلق ومعه فلوس، الفلوس مش تنفعه. ممكن واحد يبقى مقامر ومعه فلوس، الفلوس مش تنفعه. وممكن واحد صالح ومش معاه ولا مليم. اللي هينفعه في الحالة دي تمسكه بربه وشدة إيمان. ازاي نقدر نعرف انه احنا عندنا مظاهر لضعف الايمان، وازاي نقدر ان احنا نقويه؟ يعني هل ايه نوع الطاعات، هل ايه نوع العبادات، في دعاية معينه نقدر ان احنا نقولها نحصن نفسنا بيها؟ الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. المفروض الدعاء مخ العباده. يعني أدعي ربنا دايما إن هو يزود إيماني، يقوي إيماني. لذلك لنا يا أستاذ نيفين في سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء القدوة والمثل، لما بيقول لربنا وريني أنت تحيي الموتى إزاي، ده سؤال رهيب جدا 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 وجميل جدا جدا. قال له أولم تؤمن، أنت ما تسألش السؤال ده، أنت أبو الأنبياء يعني أولم تؤمن. يقوم يرد على ربنا يقول له بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال له حتى عصفورة وقطع راسها وقطع مش عارف ايه، وحتى حمامة وقطع راسها وحتى وكذا وكذا وكذا، وأربع أصناف من الطير، وبعد ما تذبحهم ناديهم هيقولك والراس تتركب مكان الراس وكل حاجة، وتشوفني أنا بحيي الموت إزاي. ده كان سيدنا إبراهيم كان عايز الدليل من الله علشان إيمانه يزيد. طب ما بالك ده أبو الأنبياء، طب أنا نيفين صبري أحمد محمد خليل يعملوا إيه؟ يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، يكسروا من فعل الطاعات، يكسروا من الاستغفار، يكسروا من عمل الخير. إذا أذنبنا ذنبا نتوب ونستغفر علشان ربنا سبحانه وتعالى، فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. وبننصح كل من غاب فكره وعميت بصيرته وطعن في وطنيته وفي إيمانه وفي شرفه، وأقصد الشرف مش الست، أقصد الشرف الوطن طبعا. أعظم شرف يا أستاذة نيفين مش نسائنا، لا ده أعظم شرف هو وطننا، هو ديننا، هو كرامتنا.
لذلك بتبص سعادتك للجاسوس بتبص له ازاي؟ انه انسان خائن عميل باع الارض والوطن وكذا وكذا. طب الارهابي هي المشكله هم بيبصوا لنفسهم ازاي، مش بس احنا بنبص لهم ازاي، يعني هم هيبقوا مقتنعين تماما ان هم ده اللي بيعملوه هو الصح، ازاي قدروا يوصلوا للنقطه دي؟ دائما الارهاب هو ذكي جدا، او قاده الارهاب في الدول هم اذكياء جدا، لانه بينقوا دايما اللي فكره مريض، ضعف الايمان، لا واللي فكره مريض واللي خياله خالي من الواقعيه، دائما بيبحث عن السراب، زمن الصحابه اللي هيموت ويقتل واحده متبرجه ده في سبيل الله، اللي هيفجر كنيسه ده في سبيل الله، غير المسلمين كفار روح فجرهم، دائما بيصطادوا الضحيه بتكون مريضه نفسيا، ضعيفه الايمان، مسلمه نفسها للجزار يعمل فيها اللي هو عايزه. المحاوله اللي احبطت النهارده اللي حضرتك عرضتيها قبل بالبرنامج بتاعنا، هو لابس حزام ناسف ليه؟ ما علشان ضحكوا عليه وادوله فلوس يسيبها لاهله وقالوا له ان انت هتفجر نفسك ده في سبيل الله، اول ما هتموت هتقابلك الحور العين وتغني لك على باب الجنه. لا ده هو هناك هيغني ظلموه، لانه غالبا صحيح هياخدوه من الدار للنار على طول. صحيح، لذلك ربنا قال مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا على طول. دايركت على طول يا ربنا انت مباشره، قال لك اي دايركت على طول. هو فرعون ده مش قال انا ربكم الاعلى؟ مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا ايه؟ نارا على طول. طيب الارهابي ده ما بيفجر نفسه، فجر نفسه دلوقتي وهم ضحكوا عليه شيوخه وائمه الفتنه والضلال ومدعي الاسلام المتاسلمين، على طول اول ما بيموت بيخش جهنم وبئس القرار. يا جماعه اللي له ابن شاذ فكريا ودينيا يلحق يوجهه ان كده غلط. في شباب زي العسل بيعرض نفسه ان هو ينضم لداعش، فاكر ان داعش ده زمن الصحابه، حرام يا جماعه. احنا بنتمنى انه كل شبابنا يقووا نفسهم ويسلحوا انفسهم ضد الفكر الارهابي او ضد اي عمل ممكن ان هو يقلل من ايمانهم او من نفوسهم، وان شاء الله ان احنا نعدي المرحله دي على خير. احنا بنشكر وجود حضرتك معانا شيخ صبري الفواخري، وبنشكر حضراتكم على متابعه فقراتنا النهارده في صباحك عندنا. كنت معاكم نيفين سليم، وبعد الفاصل هيكون معاكم زميلتي مروه عزام وفقرتنا الاسبوعيه عن الاطفال. شكرا ليكم، سلام عليكم. صباح الخير واهلا بحضراتكم معانا في يوم جديد من اعرف طفلك. النهارده موضوعي جريء شويه بس كان لازم اتكلم فيه. اعلاميين كتير اتكلموا في الموضوع من ساعه قصه فتاه البامبرز اللي حضراتكم فاكرين، وقبلها كمان لو تفتكروا الطفله الجميله زينه، وغيرهم اطفال كتير. في اراء كانت بتقول احنا مش مهم نتكلم في الموضوع ده، ويا ريت كمان نتجاهله، وان دي حوادث فرديه ما بتحصلش كتير. بس للاسف الاحصائيات بتقول غير كده. عشان كده قررت النهاردة معاكم أتكلم عن قضية التحرش بالأطفال، بس أنا هتناوله معاكم من جانب تاني خالص، وهو جانب التوعية. إزاي أوعي أطفالي بكلمة تحرش، وإزاي الأم والأب يعرفوا يوعوا ولادهم بكده، وإزاي يخلوهم يعرفوا يتصرفوا مع أي حد غريب حسوا إنه سلوكياته مش طبيعية. هو ده هيكون موضوعي معاكم النهاردة. تليفوناتنا هتظهر على الشاشة، ياريت حضرتكم بتشاركوني وتقولولي وتجاوبوني على سؤال الحلقة، ازاي نقدر نحمي ولادنا من التحرش. بس قبل ما نبدا في تفاصيل موضوعنا هقول لكم اهم اخبار الاطفال في الاسبوع ده. واول خبر معانا هو مبهج شويه، لانه بيتكلم عن دار الاوبرا اللي بتقيم ورش عمل لتدريب الاطفال. بتقدم دار الاوبرا المصريه مجموعه من الورش الفنيه لتعليم الاطفال الفنون التشكيليه المختلفه، وده خلال شهري يوليو واغسطس. الورش بتضم الرسم وخزف وتصوير فوتوغرافيا وفن العرايس وخط عربي ورسم على المياه وأعمال السلك. الورش دي بيقدمها مجموعة متخصصة من أساتذة الكليات الفنية وصالون مصر للتصوير الضوئي. بدأت الورش دي في 7 يوليو وهتنتهي في 9 أغسطس، وده بيبقى في أيام الاثنين والثلاثاء والأربع من كل أسبوع، وبتبدأ الورش دي من الساعة 10 صباحا.
فياريت لو نقدر نخلي ولادنا يشاركوا في حاجات زي دي، لانها هتفرق معاهم جدا وهتنمي الحس الفني عندهم، وهتخلينا نكتشف مواهب عند ولادنا ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها اصلا. والخبر اللي جاي هو من اليمن. الامم المتحدة بتحذر ان في 80% من اطفال اليمن بحاجة الى مساعدات فورية. اعلنت الامم المتحدة امبارح ان الجوع والكوليرا اللي اجتاحوا اليمن في السنين الاخيرة خلى ان في 80% منهم في حاجة ماسة الى المساعدات العاجلة. الامم المتحدة برضو قالت ان في اكتر من 2 مليون طفل بيعانوا من الجوع الشديد، ووصفت الحالة دي ان اليمن بتعيش تفشي لوباء الكوليرا في العالم وسط اكبر ازمة انسانية في العالم كله. مسؤول الامم المتحدة قالوا ان زيارتهم للاطفال المرضى وجدوا ان في اطفال غير قادرين على التنفس بشكل صحيح مع انعدام تام لاي نوع من البنية التحتية. خليني اقول لكم ان وباء الكوليرا تفشى بشكل كبير في اليمن. الخبراء بيقولوا ان تم رصد اكتر من 800 الف حالة لمرضى الكوليرا، وحتى الان توفى اكتر من 1900 شخص. ربنا يحمي ولادنا واخواتنا في اليمن، ودايما نشوف ولادنا بصحة وعافية. وبعد ما قلت الأخبار خلوني أرجع معاكم لموضوع حلقتنا. ياريت هكلمكم بالأرقام شوية، لأن حقيقي الموضوع ده بيهمني جدا عشان حضراتكم تشوفوا إحنا وصلنا لفين. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيقول إن في 1.5 مليون طفل عامل في مصر في أعمال غير مناسبة للأطفال. ناس كتير هتقولي إيه علاقة عمل الأطفال بالتحرش؟ الحقيقة إن في 80% من الأطفال بيعملوا في مهن بتخليهم يتعرضوا للتحرش بنسبة كبيرة قوي. وكمان المجلس القومي للأمومة والطفولة بيقول إن في 1000 حالة اغتصاب حصلت في الفترة ما بين يناير وأكتوبر لعام 2014، وأكتر من 3000 حالة بتحصل سنويا وما بتتسجلش، وده الحقيقي لأن الأهل بيكونوا خايفين أو حاسين بالخجل. طيب نعمل ايه عشان نحمي ولادنا وكمان نمنع ظاهرة التحرش اللي كلنا ممكن نسمع عنها، وكنا بنسمع عنها دايما ان في ولد ممكن يضايق بنت في الشارع، لكن نسمع ان في تحرش بالاطفال؟ ده اللي كان غريب شوية. تعالوا نشوف الناس قالت ايه ونرجع نكمل كلامنا. بتحذر ولادك ازاي من التحرش؟ ولاد انا بقول لهم وانتم ماشيين ما تركبوش مثلا مع حد مكنه او موتوسيكل او توك توك. ابتدي انبههم خدوا بالك، مثلا امشي في حالك، ما تكلميش حد، ما ترديش على حد، لو حط حد ايده عليكي ما تسمحيش بكده. في حدود للولد والبنت حتى لو بيهزروا او بيتكلموا. مهما حذرتهم الاولاد اللي مش كويسين كتير، فانا بعمل ايه؟ حتى البنت اللي في ثانوي انا بروح اوديها وبقفلها عند المدرسه، كنت بجيبها حاليا في الخروج دلوقتي بخرج معاها. لو حد جه جنبها او حد كده لازم تصرخ، لازم تنادي على حد، لازم تتكلم، انها ما تخافش من اي حد. دايما تبقى ماشيه معاها زميلتها، مثلا تبقى دايما معاها حد ماشي معاها. بيتجنبوا دايما الزحمه، ان هي ما تمشيش في طرق دايما فيها زحمه. شايف ايه العقاب ليهم المتحرشين؟ لا ما المتحرش في حد ذاته ده مريض نفسيا، عقابه العلاج النفسي. المفروض يا الاعدام يا الحبس مدى الحياه، عشان لما بيطلعوا بسهوله بيتكرر الحاجه بسهوله خالص. زي ما حضرتكم سمعتوا، رعب الاهالي على اولادهم اللي بيزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله. ده غير الدراسات اللي بتقول ان في 43% من حالات التحرش بتكون غالبا من الاقارب. عشان كده هعرف اكتر ازاي نحمي ولادنا من اخطار التحرش وكمان نوعيهم من غير ما نخوفهم، وده هيكون من دكتوره سهام حسن استشاري تعديل السلوك. صباح الخير يا دكتور. دكتور سهام صباح الخير. ايوه صباح النور. اهلا بحضرتك معانا، تحياتي لحضرتك. اهلا بيكي. صباح الخير. كنا عايزين نعرف من حضرتك، طبعا احنا قدام قضيه مهمه جدا، ناس كتير بتنتهك حقوق اطفالنا، فازاي نقدر نوعي اطفالنا انهم يحموا نفسهم من المتحرشين؟ يا ريت حضرتك تقول لنا. اول حاجه لازم طبعا ان انا ابدا اكلم اطفالي من السن الصغير على حدود خصوصيه الجسم. في امهات كتير جدا بتبقى خايفه تتكلم في الموضوع ده بحجه ان انا مش عايزه افتح عينه وهو لسه صغير، في حين انا ببدا اساسا في توعيه ابني من سن سنتين او سنتين ونص تقريبا، إنه يبدأ يعرف ايه الأماكن الحساسة في جسمي اللي ما ينفعش حد يجي جنبي فيها خالص. وبتفاجئ كمان إن في أطفال أصغر من كده بيبقوا عارفين.
لو حد هيبدا ان هو يلعبهم او يزغزغهم الكلام ده كله، بلاقيهم مثلا حتى لسه مش عارفين يقولوا كلمه عيب او لا، بيبداوا ان هم يقولوها. فببقى عارفه كويس ان الام مرتبه او هي بدات ان هي توعي فعلا ابنها عن المعلومات دي. فطبيعي ان انا لازم افهم ابني ان في اماكن حساسه في جسمي ما ينفعش ان حد يلمسني فيها، طبعا الاماكن الخاصه للبنات والاماكن الخاصه للولاد. ده خط احمر عشان دي ملكي، حاجتي، جسمي، ما ينفعش ان حد يلمسني او يقرب مني فيه. ولو ده حصل يجي طبعا يبلغني، دي اهم حاجه ان لازم الام تبدا تتكلم فيها ابنها ان هو يجي يبلغني، سواء حصل له ده في المدرسه او حد من القرايب، حد من الاصحاب، حد من الجيران. اشيل حته الخوف عنده ان هو ياخد او يحصل له الموقف ده ويخاف يجي يقول لي بالظبط. طب يا دكتور حضرتك قولنا لو لا قدر الله ابني او بنتي تعرضوا للتحرش ده اعمل ايه عشان اغير، وبالذات لو لقيت ان التحرش ده خلاهم سلوكاتهم تتغير، يعني انا ابتدى سلوك ابني يتغير بسبب موقف زي ده نفسيا تعب، فازاي اعالجه من حاجه زي كده؟ لو انا زي ما قلت في الاول ان انا يعني مطمنه ان ابني هيجي يحكي لي، بتبقى المشكله هينه شويه عن الطفل الكتوم او اللي انا مخوفاه من الحاجات دي ان هي عيب وما ينفعش وما يصحش وما تتكلمش في الحاجات دي، الموضوع بيبقى اصعب شويه. لو انا بدات ان انا الاحظ سلوكيات على ابني سواء انا عرفت او هو كاتم مش راضي يقول، ببدا ان انا يعني بهدوء خالص لازم احتوي الموقف واقول له اكلمه بهدوء، في حاجه حصلت انت عايز تحكي لي عليها، بلاش ان انا اواجه بصراحه لان ممكن يكون مفيش حاجه والاعراض بتتشابه مع مشكله تانية، وليكن مثلا غيره، في بيبي جاي تاني ضربته عن نفسه لدرجه ان الموضوع اثر على نفسيته فبدا ينعزل، لان الاطفال اللي تعرضت للاعتداء او التحرش بيبقى اول حاجه بتبدا عندهم طبعا في الانعزال، الخوف المبالغ فيه جدا، ممكن يحلم بكوابيس بالليل، بيكره او ينفر من اشخاص معينه، مش عايز يروح لهم، اللي هو مثلا هم اللي قاموا بالاعتداء عليه، وليكن مثلا صديقتي او حد من اصحاب زوجي اللي بيجي يزورنا، حد من الحضانه بلاقيه بيعيط وبيصرخ ان هو مش عايز يروح. بيبدا ان هو في اطفال بتبقى عايزه تجرب ده اللي حصل لها، عايزين يسقطوه يعملوه مع طفل مثلا وليكن اخوه. فبيبدا ان هو هي بتبقى مستغربه ازاي انت بتعمل كده او ازاي وصل لك الحاجات دي. فلازم طبعا اول حاجه لازم اتعامل مع المشكله بمنتهى العقل وبمنتهى الهدوء واعرف احتوي الموضوع ده كويس، ولو هو جه حكى لي امتص غضبه وامتص عصبيته، ولازم يشوفني فعلا بروح اجيب حقه، ما ينفعش ان انا اقول له طيب خلاص ماشي حسابهم عند ربنا، لا لازم يشوف فعلا ان انا بروح اجيب حقه عشان يبقى فاهم من هنا ان الحاجه دي غلط ما ينفعش تتكرر، ما ينفعش بأي شكل من الأشكال، ويبدأ فعلا يحس إن هو ثقته بنفسه رجعت ترجع له تاني، لأن وقت الاعتداء الطفل بيشوف نفسه إن هو ضعيف ومعرفش يدافع عن نفسه. وللأسف في أمهات كتير ما بتعرفش تفرق ما بين ده، إن أنت معرفتش تدافع عن نفسك ليه وأنت ما صرختش ليه، فالطفل بيشوف نفسه ضعيف فبيكرر فيه الاعتداء تاني. ما أنا أول مرة معرفتش أدافع عن نفسي فمعنى كده إن أنا ضعيف ومش هعرف أعمل كده في المرة اللي بعدها. طب يا دكتور حضرتك صحيح. شايفة ان مفروض في المدارس يبتدوا يعرفوا الولاد حاجات زي كده ويعرفوهم كلمة تحرش يعني ايه، وازاي لو حد جه جنبك بسلوك غير سوي تبقى فاهم وتتصرف ازاي؟ مفروض ده يحصل؟ اكيد المفروض ده يحصل، زي ما احنا قلنا من بداية السن سنتين ونص، يعني سن سنتين سنتين ونص ببدأ ان انا نتكلم، اللي اكبر من كده اللي هو عنده 3 او 4 سنين حتى لما يوصل للخمس سنين بقولها له من خلال قصة، يعني في قصص كتيرة دلوقتي الفترة دي انتشرت وفي أفلام كرتون. حلوة قوي الطريقة دي طبعا أكيد بالظبط، لأن الأطفال كده كده بتتعلم بالقصص أسرع والأفلام الكرتون لأن هي قريبة من الخيال بتاعهم، بس ما أبدأش إن أنا بالغ في التوعية لأن كده هيبقى في حاجتين جوه الطفل، الخوف المبالغ فيه وأي حد هيلمسه هيجري يصرخ وممكن يكون مش قصده اللي لمسه أو كده، والناحية التانية ان هو بيبقى هيعمل كده عشان الخيال عنده بدأ يشتغل فهيحاول يلفت الانتباه، مفيش حاجة حصلت، ودي مشاكل كتير جدا بتجيلي من الأمهات اللي بلغت في التوعية ان مفيش حاجة حصلت فعلا، والطفل بدأ ان هو يتصور ويتخيل ويجي يقول لها ماما ده حصل كذا كذا كذا، لما تيجي تشوف الموضوع ما تلاقيش ده حصل. فأنا الاعتدال في التوعية يعني ما زودش قوي وفي نفس الوقت اجاوب على اي سؤال ابني يساله عشان ما يعرفش الاجابه من اي مكان تاني. اكيد اكيد يا دكتور، اشكرك شكرا جزيلا دكتوره سهام حسن استشاري تعديل السلوك.
طبعا احنا هنتكلم زي ما اتكلمنا عن الجانب النفسي، عايزين كمان نتناول الموضوع من الشق القانوني، بس ده هيكون كمان شوية. عايز اعرفكم ان العقوبة في امريكا، اي حد بيأذي اي طفل قرروا ان هما الطفل اللي الانسان اللي يتحرش بطفل في امريكا بتكون عقوبته بتصل الى السجن مدى الحياة وكمان غرامة ربع مليون دولار. وجمهورية التشيك شافت الحل مش بس في الفلوس او الحبس، فسنت قانون بيسمح للدولة بعمل اخصاء كيميائي للمذنب. القانون ده طبقته بعد كده روسيا وبولندا وكوريا الجنوبية واندونيسيا ودول تانية كتير. طيب احنا عايزين نعرف احنا في مصر وصلنا لايه، ومفروض ايه القانون اللي يتطبق. انا من وجهة نظري ان لو بايدي اي طفل، اي حد بيأذي اي طفل، المفروض يتحكم عليه بالاعدام، لان ده ما بيبقاش انسان سوي وما يستحقش اصلا حق الحياة. بس خليني اعرف اكتر من دكتور طارق الخولي، عضو اللجنة، لجنة حقوق الانسان في البرلمان. صباح الخير يا دكتور. طيب معلش التليفون فصل لحد ما الدكتور يرجع لنا. عايز اقول لكم شوية نصايح بسيطة عشان نحافظ على ولادنا اكتر. اول حاجة لازم انت كأم وأب تبدأي بدري مع طفلك وهو صغير، ابتدي قوليله، ابتدي عرفيه، فهميه يعني ايه لمسة فيها حنية ولمسة غريبة عنك. ممكن حد فهميه يعني ايه المناطق الحساسة في جسمه، وان لازم يعرف ان مش اي منطقة عند البنت دي لازم يبقى فيه حياء، مش ما ينفعش انها تظهر بنت او ولد، فما ينفعش ان اي حد يلمسك لمسة مش طبيعية، وده لازم نعرفه لولادنا. وياريت نكرر كمان الكلام مع ولادنا وهم بيكبروا، فكروهم دايما، فكروهم بالكلام ده، وان ما ينفعش اي حد يلمسك لمسة انت تحس فيها ان حاجة غريبة، ولازم ترجعوا تقولولنا مباشر اي حاجة تحصل لكم، لازم ترجعوا لنا وتقولولنا، وما تخافوش. اهم حاجة ان انتم ما تخافوش ولادكم عشان يقولوا لكم كل حاجة. واخر حاجة لازم تعرفوهم ان الفرق بين لمسة الحضن زي الام لما تحضن ابنها او الاب، وبين حد ممكن يبقى مش كويس او بيتصرف تصرفات مش كويسة، فلازم برضو ناخد بالنا ونخلي ولادنا ياخدوا بالهم. والتليفون رجع لي دلوقتي معايا استاذ طارق الخولي، عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان. صباح الخير استاذ طارق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بحضرتك معايا. اهلا بحضرتك. كنا عايزين يا استاذ طارق نعرف احنا في مصر العقوبة للمتحرش ومتحرش الطفل بالذات مفروض نعاقبه ازاي؟ طبعا المتحرش بشكل عام في قانون العقوبات بيتم يعني العقوبة المقررة هي مدة 6 شهور فقط، والحقيقة ده قانون كان أقر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، يمكن دلوقتي مقدم بعض التعديلات، يمكن أنا أحد المتقدمين ببعض التعديلات على جريمة التحرش الجنسي بشكل عام في قانون العقوبات، سواء كان للكبار أو الصغيرين، وهي تم تغليظها من 6 شهور إلى حتى أدنى 3 سنين إلى 10 سنين، وأنا تقدمت 10 سنين دي في حالات إذا كان المعتدى عليه من ذوي الإعاقة. لكن في جزء آخر تقدمت به في تعديل على قانون الطفل وقانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الأطفال، وهنا قدمت تعديل على فيما يتعلق بحد العرض بالنسبة للأطفال، وهنا العقوبات تتدرج أو العقوبات اللي أنا حطيتها تتدرج من 10 سنوات إذا كان هذا الطفل أقل من 18 سنة، وتصل إلى المؤبد إذا كان أقل من 12 سنة، وفي حالات إذا كان هدف العرض كان بالقوة فده بيعرض مرتكبه للمؤبد، وقد يصل للإعدام إذا كان من ذوي الأقارب أو الأهل أو ذات الصلة بالطفل. وبالتالي هنا في تعديلات تشريعية مقدمة، لأنه القانون الحالي سواء كان قانون العقوبات أو قانون الطفل عقوباته غير رادعة في مواجهة هذه الجرائم اللي بتحتاج لتحرك تشريعي وتعديل تشريعي يقدر يواجه هذه الظواهر ويقدر أنه يقضي عليها ويشكل عملية رادعة سواء كان خاص أو عام في المجتمع لتقليص هذه الجرائم والقضاء عليها. يعني يا أستاذ طارق دلوقتي دي بالفعل الحاجات اللي تم تعديلها في البرلمان، احنا دلوقتي تم تعديل القانون ان هو وصل زي ما حضرتك قلت للمؤبد للطفل اللي عنده 12 سنة، والتجاوز لحد 18 توصل ل 10 سنين، تمام؟ ده اللي دلوقتي وصلنا له. هو ده لم يعدل بعد، دي تعديلات مقدمة داخل البرلمان.
هي تحولت للجنة الدستورية والتشريعية، ومن المنتظر أن خلال دور الانعقاد القادم في أكتوبر هتدخل حيز المناقشة داخل اللجنة الدستورية والتشريعية لإعداد تقريرها للكلفة العامة. فهي لسه عندها بعض الإجراءات التشريعية اللي لازم ننتهي منها داخل البرلمان، لكن هذه القوانين قدمت، هذه التعديلات قدمتها بالفعل وتم تحويلها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية قبل رفع دور الانعقاد الحالي. طبعا نتمنى ان القوانين دي تنفذ ويبقى اكتر من كده كمان، لان اي حد بيتحرش بطفل والله انا شايفه ان لازم تبقى عقوبته الاعدام مش بس السجن. طبعا اشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق الخولي عضو اللجنه حقوق الانسان في البرلمان. ودلوقتي هروح معاكم لاخر فقره وهي اخر جزء في فقرتنا، وهو قالوا عن الطفل. واول مقوله لكاتب غير معروف، المقوله بتقول: الأطفال يشكلون ثلث سكان العالم والمستقبل بأكمله. كمان قال الملاكم الأمريكي الشهير محمد علي: الأطفال يجعلونك ترغب في أن تعيش الحياة مرة أخرى. فعلا أطفالنا هم السبب في البهجة والمحبة في العالم، ولازم نحافظ عليهم، ونتمنى طبعا ربنا يحمي ولادنا ويحفظهم من أي سوء. وبكده تبقى خلصت فقرتي معاكم، أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.